جوال في مجلس الخبر مع الأستاذة نور. طبعا الأستاذة نور رئيسة مجموعة نور للعلاج بالفن التشكيلي، وللمعلومية أن نور من أوائل الأشخاص في المملكة العربية السعودية من أصحاب المبادرات في هذا الفن المميز حقيقة، اللي يضيف لنا ويؤكد لنا أن شبابنا وبناتنا السعوديين لديهم الكثير من التميز في ابتكار كثير من الأشياء وكثير حقيقة الأمثلة لدينا. أول شيء نرحب فيك أستاذة نور، وحياك الله معنا في هالمهرجان السياحي في خيمة واحد سواعد. أهلاً وسهلاً فيك. الله يحييك، شرف لي والله، يعني شكراً على الدعوة هذه في مهرجانكم عيش جوك، وشرف لي صراحة أني أكون هنا موجودة عندكم في خيمة سواعد، وأنه أيضاً أكون مشاركة بمجموعة فن نور في واحد الثقافة والفنون. الله يحييك عموماً، ومجموعتك وركنك جداً فعال ومميز، وفي الحقيقة أنا لاحظت إقبال كبير وبالذات من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة على الركن اللي أنتم تتميزون فيه في الحقيقة، ويعني يقدم رسالة مهمة جداً. وأنا في الحقيقة يعني اسمحي لي في هذا اللقاء إني يعني ناخذ ونفيد المشاهدين معنا وبالذات ذوي الإعاقة فيما يخصهم من هذا الفن، اللي أنا في تصوري أشوف أمر عجيب وثقافي جدا رائع جديد على مستوى العالم. كما نتكلم بالنسبة لي أنا أشوف إنه شيء راقي، فأتمنى تكلميني عن هذا الفن. اولا هو طبعا احنا نقول علاج بالفن التشكيلي، انه هو يعمل علاج للروح للعقل للجسد، وهذا هو شعار مجموعه فن نور اللي هي متخصصه في العلاج بالفن التشكيلي. ورسالتنا هي نشر الفكره اكثر للمجتمع، وانه فعلا هذا الفن مفيد للناس كعلاج، وبصفه خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا هو يفيدهم كثير في من الناحيه الحركيه، من ناحيه التاقلم مع اصاباتهم اذا كانت اصابات حديثه، وايضا تحسين الحركه الى حد كبير، ايضا التاقلم مع اصابتهم والتاقلم مع الحاله الجديده ممكن يساعدهم في العوده الى العمل، ممكن يساعدهم الى العوده للمدرسه، التاقلم مع المجتمع، بالاضافه الى انه له اهداف كثيره اجتماعيه واهداف نفسيه، وايضا يعني ممكن تساعدهم في التعليم، في استخدام مهاراتهم اليدويه والذهنيه، يعني هو مجاله كبير جدا، يعني ممكن لذوي الإعاقة أنهم يستفيدوا منه في مجالات كثيرة، سواء كانت الإعاقة حركية أو كانت عقلية، أو مثلا كان في مشاكل سلوكية وحابين يعني أنه نعدل السلوك في مرحلة معينة مثلا. طيب في وجهة نظرك أنت، بما أنك أنت مؤسسة هذه الجمعية أو هذه المجموعة، ما هي الرسالة اللي أنت أو الاستراتيجية المستقبلية ومدى مشاركتك مع الجهات ذات العلاقة، يعني أقصد فيها جمعية مراكز التأهيل لذوي الإعاقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، الجمعيات أو الأفرقة الموجودة داخل المملكة من خلال يعني عملكم، إيش الرسالة اللي تحاولين توصلينها بالضبط لهذا الفن؟ احنا بنحاول يعني نتواصل مع الجمعيات والجهات اللي فيها يعني مختصه في ذوي الاعاقه، بحيث انه نعمل ورش عمل معاهم، ممكن نشارك في الفعاليات المختصه فيهم، ممكن نقدم لهم خدمات زي مثلا توفير الجو المناسب للعلاج، وايضا ممكن نتواصل مع المستشفيات والمراكز الصحيه ايضا في نفس المجال. وبالنسبه لرسالتنا هي طبعا قدر الامكان نحاول نخلي الفئه كلها تستفيد من العلاج بالفن، وانه هو فعلا فعال، يعني احنا اللي نبغى نثبت انه فعلا هذا العلاج فعال لفئه ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب استاذه نور، هل تشعرين بتجاوب من ذوي الاعاقه في فهم لهذه الثقافه؟ والله انا بدات هذا المجال لي الان 10 سنوات الحمد لله. وصراحه في بداياتي كان الموضوع جدا جدا صعب، لكن الان في اقبال من ذوي الاحتياجات الخاصه كبير. بالنسبة للناس الآخرين الإقبال مش كبير مرة، أو إنهم هم مو فاهمين لسه إيش العلاج بالفن وإيش اللي ممكن يقدموا لهم هم كأشخاص، ولكن إلى حد ما أعتبره أفضل بكثير من قبل 10 سنوات. جميل، هل يوجد لديكم رسائل تثقيفية توعية يعني تثقفون عن هذا الفن، يعني تبرزونه مو بس إني أقول ترى يعني أقصد إنه المجتمع وشرائح المجتمع تجمع، يعني هو اللي يعرفوا منك انه هذا الفن لا يعني لا يبتكر على ذوي الاعاقه، وانما للاسوياء والمعاقين على مستوى العالم. نعم نعم.
جميع الأشخاص، ولكن هل أنت طريقة التسويق لهذا العمل الرائع؟ أولاً إحنا حابين طبعاً إنه نفهم الناس زي ما تفضلت إنه هو للجميع، هو الكل ممكن يستفيد منه. معلش نسيت سؤالك. أقصد يعني طريقة الرسالة. أيوة. هل أنتوا تفكيركم للمجتمع يعني تشوفون إن أنتوا ماشيين بطريق صحيح، وهل أنتوا مثلاً تحتاجون منا إحنا يعني الناس اللي نتكلم عن يعني الناس اللي هم عندهم مسؤولين عن مراكز ذوي الإعاقة؟ ليش أنتوا ما يعني تكون فكرتي أنا مثلاً ليش ما يكون في توعية أكثر على يعني في قضية تثقيف الناس؟ يعني كثير من الناس ما يفهم. هو الآن أنا شغالة على ورش عمل، مجموعة ورش عمل في الأماكن الخاصة كالجمعيات والمستشفيات، وأيضاً الفعاليات زي ما ذكرت هذه كثير تثقف الناس، وعاملين زي الجولة يعني، كنا في الجوف والآن هنا في المنطقة الشرقية، وإن شاء الله لنا خطة في جدة، وطبعاً مقرنا الأساسي في الرياض. غير طبعا انه متابعه تويتر، في تويتر فيه يعني نصائح كثير، فنور انفو، انستغرام برضو فنور، يعني ممكن اي احد يدخل ويستفيد من المجال. يعني تشعرين انه وصلتم الى مستوى عالي من المتابعين لكم؟ انتم عندكم مركز متخصص مثلا يقدر يزوركم فيه، ولا انتم تقومون بزيارتهم؟ لا، حاليا احنا نقوم بزيارة الناس ونقدم الخدمات هذه بشكل عام للمجتمع. وانا اعمل في مدينة سلطان للخدمات الانسانية كأخصائية علاج بالفن التشكيلي، يعني اي احد يبغى يحصل على العلاج ممكن يتوجه لمدينة سلطان، واذا يحابين اي استشارات ثانية او اي شيء يخص العلاج بالفن برضو ممكن يتجهوا لمجموعة فنور. يعني في مقر لكم خاص؟ مقر فعلي لا، بس احنا نتنقل في اي مكان مطلوبين فيه. يعني مثلا لو انا عندي مثلا حالة وضع عالج، وين اوديها؟ ممكن تجيب لي هي مدينة سلطان. مدينة سلطان أيوة. نفسها اللي طبعا تقوم بتأهيل فيها ويكون تحت الإشراف يعني. ايوه من ثم اذا احتاج اي استشارة مثلا خارج المجمع المركز او مجمع سلطان، احنا فاتحين الاستشارات كل يوم سبت على انستغرام، بحيث انه الناس ترسل استشاراتهم واسئلتهم عن طريق الموقع نفسه حق انستغرام، واحنا نجاوب عليه كل يوم سبت. جميل. طيب اسمحي لي انا باسمي باسم اعضاء سواعد على مستوى المنطقه الشرقيه من ذوي الاعاقه الحركيه، اقترح لكم اقتراح حقيقه سمعته من كثير من الشباب لما البارح جلسنا نتكلم عن كثير عن الفن المميز اللي تقدمينه وفائدته حقيقه اللي عندنا ناس ايضا طبقوه عندك في ويتقدمون لك بالشكر الجزيل على ابداعك في توصيل الرساله بالشكل الصحيح واخراجهم من معمعه الاصابه ومساندتهم. هذا الشيء تشكرين عليه باسمي وباسم جميع الاعضاء. شكر لكم والله. لكن انا كان عندنا اقتراح، ليش ما يكون عند الاستاذه نور مثلا مركز متخصص خاص فيها، ويكون في كوادر مدربه من سواء من العنصر النسائي او الرجالي، حتى يقوم على 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 اساس على اساس بالضبط. هو حاليا انا باذن الله شغال على موضوع انه ان شاء الله يصير في مركز متخصص. بالنسبة للتدريب دربت مجموعة فنور من بنات وشباب مدربين على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، على التعامل مع الأطفال، تعامل مع الأدوات الفنية وكيفية استخدامها كعلاج. فإن شاء الله يعني في المستقبل راح يكون في مركز بإذن الله. جميل. كم عدد الآن الطاقم حقك اللي يعمل معاكم في التدريب؟ اللي قمت بتدريبهم وهم يعني كفؤ هم تقريبا 30 شخص الى 35 يعني، لكن في بعضهم يشتغلوا كتطوع يعني بشكل شويه خارجي عن المجموعه، يعني مثلا يكون لنا فريق في المنطقه الشرقيه، وفي لنا فريق في جده، وفي لنا فريق مثلا في المنطقه الشماليه، وشغالين ان شاء الله انه يكون لنا فريق في المنطقه الجنوبيه. ما شاء الله. طيب ممتاز جدا. طيب انت ايش الان احنا باسمنا واسم مركز سواعد نقدم لك الدعوه لكم تحضرون في المقر الخاص بنا اللي هو في جامعه في ضاحية الملك فهد بالدمام، وتقدمون يعني رساله تثقيفيه اولا عن هذا الفن الجميل، ومن ثم تقدمون نشوف بعض الحالات اللي تحتاج، لانه لدينا اطفال ومن ذوي الاعاقه، لدينا من العنصرين النساء والرجالي. الحمد لله رب العالمين احنا نمشي في امور كثير تثقيفيه ودورات تدريبيه، ايضا تنضمون مع المجموعه معنا ونكون في شراكه استراتيجيه بيننا، ومن خلال موقع سواعد ومن خلال قناتنا الرسميه نحب نقول لك انه نتشرف ان يكون في استراتيجيه او توقيع استراتيجيه بيننا حتى يصير في تعاون اكبر واكثر بقيادتك وقيادتك.
والله يشرفني يا استاذ عبيد، بالعكس يعني هذا شيء يعني جميل انه يصير في تعاون ما بين جهتين، كل واحده تقدم شيء ونخدم كلنا فئه واحده، يعني بالعكس لي الشرف. يعني طبعا استاذ نور للمعلوميه، احنا لما قدمنا لك استضافه في واحد صواعد، احنا في الحقيقه غيرنا اسم المخيم من التوعيه الى مخيم كلنا سواعد، استقطبت جميع الجمعيات هذه ما شاء الله، لاوصل للنقطه اللي انت اشرت لها، انه احنا ملينا من كلمه قضيه التنافس بين الجمعيات، لماذا لا نكون نحن يد واحده متكاتفين، نقدم لبعض الخدمه الاجتماعيه نخدم فيها وطننا المملكه العربيه السعوديه، ومن خلالها نخدم هذه الشرائح، جميع شرائح المجتمع. اذا جمعيه السرطان هي جمعيه فن نور، هي جمعيه سواعد، هي جمعيه ارتقاء، هي جمعيه ود، اذا احنا لازم نكون متكاتفين. فما نعمل اليوم هنا عندنا من مشروع سواعد ما يقوم فيه الان هو تقديم رساله لجميع الاخوان المسؤولين او للمجتمع بشكل خاص او للجمعيات حتى بالاخص، انه احنا الان بدانا نتميز في استقطاب الجمعيات ونسوي شراكه بيننا وبين، حتى يعني نبدي يعني يصير في ثقه اكثر في التعاون، يصير في تعاون متبادل، لان احنا عندنا هدف واحد فقط، هدف الجمعيات جميعا في وجهه نظري وفي وجهه نظر المسؤول انه نحن نقدم خدمه اجتماعيه فقط. الاجتماعية هذه تعنى فيها سمة المواطن والوطن وهذه الأشياء الأساسية. الدليل على الكلام الآن نشوفه، كل يوم عندنا برنامج نستضيف فيه جمعية من الجمعيات الموجودة معنا في مخيمنا كلنا سواعد ما شاء الله، والحمد لله رب العالمين نقدم برنامج سواء داخلي أو خارجي على المسرح أو أيضا مهارات الكرسي المتحرك. اليوم بكرة يكون عندنا جمعية سرطان، جمعية السكر، بدن الصماء، توظيف ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان. إحنا الحمد لله رب العالمين نحاول دائما نتميز، والدليل على تميزنا استضافة شخصية مثلك في الحقيقة هي تضيف لنا، وأيضا يعني نبغى نلزمك في هذا اللقاء إنه تكون في فعلا استراتيجية ودائمة مع بعض، لأنه عملنا متبادل هو نفس المجال ونفس الاختصاص. وسعيد جدا بلقائي معك، وكلمة لك. والله أنا أسعد ولي الشرف والله أن نكون فعلا نتعاون لهدف واحد، وهذا فعلا زي ما حضرتك قلت أنه هو المفروض الكل يكون هدفه واحد وكلنا نحط يدنا في يد بعض. بالنسبة لما شاء الله تبارك الله مجهودكم هنا في كلنا سواعد، أنا أمس بعد ما شفت المعرض ورحت البيت قعدت أفكر ما شاء الله تبارك الله في الكم الهائل من ما شاء الله، يعني جمعت مجموعة جمعيات كثيرة في تحت سقف واحد في أتوقع يمكن زمن وقتي قصير، وفي نفس الوقت ما شاء الله عاملين فعاليات يعني توجه رسائل للناس جميلة جدا، يعني فيها حس جميل جدا، فيسعدني صراحة أنه نكون فعلا مع بعض. الحمد لله الشرف لنا، وحقيقة احنا سبق ونظمنا اليوم العالمي للإعاقة على مستوى يعني لأول مرة في الشرق الأوسط ذوي الإعاقة أنفسهم ما شاء الله هم يديرون هذا العمل، من متطوعينه والقيادينه والإداريينه، وبهذا حقيقة نشكر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على دعمه لسواعد بالذات ووجوده ورعايته لكثير من نشاطاتنا، وهذا شرف عظيم لنا ويحملنا الكثير من المسؤولية. طبعا سمعنا أستاذة نور إن يعني إنه أنت ترشحتي لجائزة إصرار في الآونة الأخيرة، وهذا شيء مو غريب على امثالك حقيقه، وقصتك جدا رائعه وجميله، وابداعك وكفاحك حقيقه يستحق انه يكون في الاوائل، فيا ريت تكلمينا على هالجائزه هذه مشاركتك. شكر كبير لك صراحه. انا شاركت في جائزه الاصرار، والحمد لله اني ترشحت من افضل 12 قصه في المملكه العربيه السعوديه من فئه الموظفين، انا واحده من فئه الموظفات. طبعا قصتي يعني هي شويه ملهمة أكثر من أنها تقول أنها فيها فن أو إبداع، هي أكثر أنها فيها إلهام للناس أنه المرأة السعودية تستطيع أنها تبرز في ظل الظروف الموجودة وفي ظل العقبات أيضاً اللي تواجهها كمرأة سعودية يعني في هذا المجتمع، والحمد لله أثبت نفسي وتميزت بمجال مختلف يعني كأول سعودية في هذا المجال، وإن شاء الله تسمعوا قصتي عن قريب بإذن الله. يشرفنا في الحقيقة، وأنت طبعا من الكوادر المميزة اللي الكثير يعلم جيدا ما تقدمه الأستاذة نور،
ويعني ان شاء الله باذن الله تستمرين في عطاءاتك لاشياء مستقبليه متميزه جدا، واحنا ايضا داعمين لك ان شاء الله باذن الله في المركز وبكل من مجلس الاداره يقفون معك ان شاء الله باذن الله حتى تصلين الى ما تسمى له وانت قد المسؤوليه ان شاء الله. شكرا لك.